السلام عليكم شباب. إن شاء الله هذا الفيديو راح نحكي فيه عن الأشياء اللي ما ناقشناها، يعني شغلات مهمة هي ما ناقشناها إحنا بالفيديوهات السابقة. فيعني خلينا نبدأ. أوكي، هسا هذا الـ ECG اللي قبالنا شنو هو؟ هذا الـ ECG نورمال شباب، خليته لكم بس حتى أوضح لكم كم شغلة. أول شيء تبعون الـ V1، الدايركشن مال الـ V1 شلون صاير؟ صاير داونورد. أوكي، يعني ماكو آر ويف. بالاس ويف صاير ابورد. هاي اول نقطه. ثاني نقطه شنو؟ انه بالفي 1 من نقسم الار ويف على الاس ويف. اوكي، يعني هو اساسا ماكو ار ويف، فاذا بنقسم الار ويف على الاس ويف يطلع اقل من واحد، يعني زين، لان الاس ويف اكبر من الار ويف. هذا القصه. وبنفس الوقت اذا هذا كله نورمال جاي احكي، اذا نجمع المربعات الكبار مالت الاس ويف ان في 1 مثلا هنا 1.5 تقريبا، ويا هنا ويا المربعات الكبار مالت الار ويف ان في 6. اوكي، هم تقريبا تطلع مربع ونص، فايش قاعد يصير؟ اذا نجمعهم اثنيناتهم يطلع عن تقريبا 3 مربعات. المهم انه نورمالي يكون اقل من 3 مربعات كبار ونص، 3.5. اوكي، هذا كله نورمال. هسه بعدين يعني من يعني تختلف هاي القاعده نعرف شنو السيجنفكنس. هسه هنا عندنا شنو؟ عندنا البندل برانش بلوك شباب. كلكم تعرفون سامعين بال رايت بندل برانش بلوك اللي هو يصير بهم الباترن الار اس ار، اوكي مثل ما تشوفون، وبالليفت بندل برانش بلوك بالفي 6 يصير عندهم الام ويف. زين شباب، هذا الديسكربشن يكون جاست بالتيبيكال كيسز. هاي المشكله، يعني انتم لا تتوقعون بكل حاله رايت بندل برانش بلوك راح تلقون الار اس ار واضحه ومبينه، ترى كلش تختلف. فاذا الافضل شنو؟ انه تعتمدون هاي الشغله. اول شيء احنا شنو قلنا نورمالي؟ الار ويف بالفي 1 يعني هو الفي 1 يكون جوا صاير، والفي 6 فوق، مو صحيح؟ زين، اذا انعكست، اذا مثلا في 1 شفنا بوزيتيف صايره وفي 6 صايره داونورد، هاي نعتبرها رايت بندل برانش بلوك. اوكي؟ زين، الليفت شلون يصير؟ الليفت يبقى نفس الاتجاه، يعني في 1 تبقى جوا. اوكي؟ بس شلون تصير؟ تصير ديب. الاس ويف مالتها تصير ديب. الـ V6 يبقى فوق بس يصير مور وايد. فإذا الاتجاه النورمال مالتهم بالـ V1 والـ V6، الـ V1 جوا الـ V6 فوق. إذا بقى نفس الاتجاه بس صار وايد QRS كومبلكس، إذا هذا ليفت بندل برانش بلوك. إذا انعكس الاتجاه صار رايت بندل برانش بلوك، لأن هذا الـ RSR والـ M wave تلقونه بس بالتيبيكال كيسز. هنا نفس الشيء عندنا، باو على الـ V1، هنا اليوم شغلنا كله على الـ V1 والـ V6. اكو بوزيتيف ار ويف صايره فوق، والفي 6 بريدومنت شوي صاير جوا. وايد كيو ار اس كومبلكس، اذا هذا رايت بندل برانش بلوك. تباوع هنا الفي 1 والفي 6 نفس الاتجاه، الفي 1 جوا الفي 6 فوق، بس شنو صاير؟ صاير وايد كيو ار اس كومبلكس. وايضا شغله مهمه انه الفي 1 اذا تلاحظون ديب اس ويف صاير. اوكي؟ ديب اس ويف ان في 1. فاذا هذا ليفت بندل برانش بلوك. زين. عندنا هنا شنو؟ عندنا الاكسس ديفيشن شباب. الاكسس ديفيشن احنا حكيناه بالمحاضره الاولى وقلنا انه شلون نحسب الاكسس وهاي من الهارت. هسه بالاي سي جي شلون نعرفها؟ نباوع الليد 1 ونباوع الليد 3 شباب. نورمالي شلون يكونون هم؟ نورمالي هسه هاي النورمال اي سي جي، ليد 1 صاير فوق، ليد 3 يعني هم بريدومنت صاير فوق. هنا اذا نباوع الليد 1 صاير جوا وليد 3 صاير فوق، هذا رايت اكسس ديفيشن، يعني ليد 3 يبقى مثل ما هو بس الليد 1 يصير داونورد، هذا رايت اكسس ديفيشن. زين، نباوع هنا الليد 1 بقى نفس ما هو فوق بس الليد 3 نزل جوا صار داونورد، هذا ليفت اكسس ديفيشن. يعني شنو؟ يعني هن نورمالي اثنيناتهم هيج ليد 1 وليد 3. اذا هاي نزلت جوا وهاي صارت فوق صار هذا رايت. إذا الليد 1 بقى فوق بس هاي نزلت جوا الليد 3 صار ليفت. إذا متقابلات واحد يحب الثاني هاي رايت. إذا وحدة ما تباوع للثاني، كل واحد باوع فوق واحد يباوع جوا، نزاعلات هذا ليفت اكسس ديفيشن بكل بساطة. أوكي؟ نباوع الليد 1 والليد 3، اكو كتب تقول باوع الليد 1 واي في اف، مو مشكلة عادي يعني نفس الشيء تقريبا. زين. هنا شنو عندنا؟ هسه استيميشن اوف ذا تشامبر سايز. باي اي سي جي. باعوا لي الليد 2 هنا، الليد 2 باعوا البي ويف شلون صايره؟
اوكي V1 ايضا باعوا له هنا وقارنوها بهاي النورمال هنا منافسه صحيح منافسه هنا شبيهه هنا صايره طويله الامبلتيود مالتها كبر اوكي هي هاي انهم باعوا على الليد 2 ونباوع الـ V1 نلقى الـ amplitude مالت الـ P-Wave صعد يعني صارت طويلة هاي شنو هاي indicate right atrial dilatation زين الـ left atrial dilatation شلون يصير باوع الـ lead 2 هنا باوع الـ P-Wave شلون صايرة بايفت هيج صايرة مو صحيح lead 2 أيضا هنا هيج تقريبا هيج هم بين هنا اوكي صايرة بايفت يعني نازله يعني بها قسمين تحس من تباعون ال V1 صايره باي فيزك هيك يعني اوكي نازله وصاعده هذا الليفت اتريال دايتيشن هذا اللي يسمونه البي مايترالي اوكي اللي يسمونه مايترال ستينوسز وغيره هذا بي مايترالي الرايت اتريال دايتيشن اللي هو نسميه بي بولمونالي اللي هو هذا بالبولمونري هايبرتنشن وغيره يعني تراكسبت ستينوسز وغيره اوكي زين هسه نجي للفنتركل باو عن V1 احنا قلنا شنو ال R wave منقسمها على ال S wave بال V1 normal يطلع اقل من واحد لان ال S wave اكبر هنا اذا تقسموها تطلع تختلف المعادلة يطلع اكبر من واحد اذا هذا indicate right ventricular hypertrophy كل بساطة بس تعتمد على ال V1 يعني اوكي ال R wave اكبر من ال S wave هنا اذا تعدون هسه مثلا هنا اذا نعد المربعات يعني مالت ال يعني انا مثل ما قلت لكم بالنورمال نعد المربعات مالت الاس ويف والار ويف تكون اقل من 3 مربعات ونص هنا تعالوا عدوهم هنا هسه هنا نفس الشيء ماكو يعني الفي 1 بعده يعني نيجاتيف صاير ما هذا بس عدوا المربعات يعني مثلا هنا 1 2 3 4 5 هنا 1 2 3 4 5 تقريبا 10 وشوف ايش قد يطلع المهم اكبر من 3 مربعات كبار ونص اذا هذا ليفت فنتركلر هايبرتروفي شباب فاذا كخلاصه شنو الليفت اتريال دايليتيشن تباوع الليد 2 وتباوع الفي 1 اوكي الاتريا الاثنين يعني ليفت ورايت تباوع الليد 2 وتباوع الفي 1 ان ليفت اتريال دايليتيشن شنو تلقى البايفيت بي ويف وبالفي 1 تلقى البايفيزك اللي هاي البي مايترالي برايت اتريال دايليتيشن تلقى بي بولمونالي اللي هي بحالة الـ E2 والـ V1 الاثنين تلقاها تول الامبلتيود مالتها صعد الفنتركل اذا رايت فنتركلر هايبرتروفي الـ R اكبر من الـ S اذا ليفت مجموع المربعات بين V1 والـ V6 اكبر من 3 مربعات ونص هي هاي الـ 4 chambers شلون تسوي لها سايز استيميشن يعني زين ننتقل لموضوع ما حكيناه احنا قبل يعني بالفيديوهات السابقة اوكي اللي هو الاكتوبيك بيتس شباب هسه تعالوا هنا هاي بي كيو ار اس تي ويف بي كيو ار اس تي ويف بي كيو ار اس تي ويف بي كيو ار اس اجت شيء اب نورمال هنا تعالوا شوفوا الريجولاريتي المسافة كلها متساوية هنا اجت هنا تخربطت شنو صار الريجولاريتي وبعدين صار بوز ورجعت الوضعية طبيعية زين انباوع هسه الكي ار اس كومبلكس موجود مجرد البي ويف شويه قريبه عليه بس الكي ار اس كومبلكس نورمال نورمال موجود البي ويف موجوده بي ويف اللي هي هاي موجوده بس اب نورمال شويه صايره يعني مو مثل الباقيات اذا هذا الاتريال اكتوبيك اوكي الريجولاريتي بمكان معين تصير كي ار اس كومبلكس يبقى موجود ونورمال وبي ويف موجوده بس اب نورمال فولود باي ابوز هذا الاتريال اكتوبيك فنتركلر اكتوبيك شلون يصير هسه مثلا هاي بي كيو ار اس تي هنا شنو هسه هاي تي ويف مو بي ويف هاي تي ويف هنا شنو اجت يعني وايد كيو ار اس كومبلكس واختفت البي ويف اوكي انه بعدين بوز انه برجعت البيت النورمال يعني شنو صار عندي صارت مكان ارجلر هاي اوكي بي ويف ما موجوده وايد كيو ار اس كومبلكس ابنورمال كيو ار اس كومبلكس فولود باي ابوز هذا هو الفنتركلر اكتوبيك شباب فاذا الاتريا والفنتركلر اكتوبيك اثنيناتن ينطوني ارجلاريتي بمكان معين فولود باي ابوز اثنيناتن الاتريا الكيو ار اس كومبلكس نورمال بي ويف موجوده بس ابنورمال
الفنتركلر اكتوبك بي ويف مو موجوده، كي ورس كومبلكس ابنورمال. تسمعون مصطلحات كوبلتس مثلا، اتريال كوبلتس، فنتركلر كوبلتس، هاي اذا الاكتوبك اجت وحده من الثانيه بكل بساطه. اذا ثلاثه اتريال اكتوبك اجت وحده من الثانيه سموها مالتي فوكال اتريال تكيكارديا. اذا مثلا ثلاثه فنتركلر اكتوبك وحده من الثانيه تتحول الى في تي. اوكي؟ تسمعون ايضا مصطلح البايجيميني التراجيميني، شنو معناته؟ البايجيميني انه اكتوبك يعني فنتركلر اكتوبك بنورمال، فنتركلر اكتوبك بنورمال، يعني هاي نوب نورمال، نوب فنتركلر اكتوبك نوب نورمال، وهكذا. التراجيميني تكون فنتركلر اكتوبك واثنين نورمال، فنتركلر اكتوبك واثنين نورمال، وهكذا. اوكي؟ زين. هسه هنا شنو عندنا؟ هسه اذا تلاحظون اكو شنو؟ تي ويف صايره يعني عالي، مو صحيح؟ زين، احنا شنو حكينا؟ قلنا انه اذا تول تي ويف هايبر اكيوت شنو نفكر؟ ايرلي اونست اس تي الفيشن ام اي. اوكي؟ بس اكو ديفرنشال دايجنوزز ثاني حكيناه اللي هو الهايبر كاليميا. هنا هذا البيشن عنده هايبر كاليميا، شلون الفرق؟ يسموها تنتد شباب. اوكي؟ تول تنتد تي ويف. يعني شلون صايره؟ صايره مثل خيمه، باولها صايره مثل خيمه. اوكي؟ يعني ام الام اي ما تكون هيج، وايضا السايت مال التليد هم راح يكون يختلف يعني. فاذا هاي الهايبر اكيوت العفو التنتد تي ويف مالت الهايبر كاليميا. ويا اول شيء يطلع هو تول تنتد تي ويف، بعدين يبدا البي ويف تختفي، ما راح تكون بي ويف بعدين ويا الوقت. والكيورس كومبلكس يصير وايد، يصير وايد كيورس كومبلكس لحد ما يصير فيوجن اوف ذا كيورس كومبلكس ويا التي ويف. اوكي؟ شلون يصير؟ يصير هيك شباب، يتحول لهذا الشكل، يندمج الكيورس كومبلكس ويا التي ويف، يتحول الى يسموها ساين ويف، يعني هاي الوحده من ذني يسموها ساين ويف، ساين ويف. اوكي؟ فاذا يصير عندي هايبر اكيوت، العفو مو هايبر اكيوت، الهايبر اكيوت مو الاماي، يصير تول تنتد تي ويف، النوب بعدين ويا الوقت البي ويف تختفي، تصير فلات، يصير وايد كيورس كومبلكس، يندمج فيوجن اوف ذا كيورس كومبلكس وذا تي ويف، يصير عندي ساين ويف، هاي هايبر كاليميا. زين، هنا شنو عندنا؟ هنا في تي هاي، مو صحيح؟ هاي في تي. زين، هسه اذا نجي ندقق بي كيو ار اس نيجاتيف تي ويف، اوكي؟ بعدين اكو شيء صاعد النوب استمرت بي ويف. زين، بالهايبوكاليميا شباب، بالهايبوكاليميا يصير انه بالعكس التي ويف تصير نيجاتيف، اوكي؟ وشنو يطلع بوزيتيف؟ يطلع اليو ويف. اوكي؟ اليو ويف. فيا هاي هنا شباب، هاي النيجاتيف تي ويف، اوكي؟ وهاي هذا الجزء الصاعد منه شويه، هذا الجزء الصاعد شويه، هذا هو اليو ويف، وهاي اللي وراها صغيره هاي البي ويف بعد. زين؟ فهي هاي. اذا تلاحظون هنا شنو؟ انه البيشنت ستارت تو ديفلوب فنتركلر تاكيكارديا. اكو فد شغله مهمه هم ايضا اريد احكيها لكم، ما اتصور انا نسيت احكيها بالفي تي. اكو شيء يسمونه برولونج كيو تي سندروم. اوكي؟ عندنا احنا الكيو تي انترفال اللي هو from the beginning of the كيو ويف till the end of the تي ويف، اللي هو مثلا من هنا لهذا التي ويف، يعني او العفو من البيجينينج مال كيو ار اس كومبلكس، يعني من الكيو ار اس كومبلكس للتي ويف. نورمالي هذا لازم يكون اقل من نص الار ويف، يعني هاي الار ويف اوكي نصها لازم الكيو تي انترفل يكون اقل من عندها، اقل من نص الار ويف. هاي نورمالي، بس هنا أنا واضح انه هو يعني اكبر من النص، فاذا هذا نعتبره برولون كيو تي سندروم. الزبده وين؟ انه هذول البرولون كيو تي سندروم لايبل انه بيصير عندهم توكسادس دي بونتوار. اوكي؟ اللي حكيناها. واذا تجون هنا للاي سي جي تشوفون الاي سي جي هنا بدا يختلف، بدا يصير بوليمورفيك في تي. اوكي؟ بس هي هاي الفكره اتوضح لكم اياها، ولا هو يعني اهم شيء بهذا الاي سي جي انه البيشنت ديفلوبد في تي واكو هايبوكاليميا، نيجاتيف تي ويف و يو ويف. زين.
ايضا في شغله مهمه شباب، في يعني دياجنوزز ديفرنشال دياجنوزز ايضا مهم. بس هنا اذا نباوع نلقى اكو اس تي سيجمنت اليفيشن ليد 2 شويه بليد 1 اي في ال ليد 3 اي في اف في 2 في 3 في 5 شو القصه شباب؟ هذا مو الدبل وول انفاركشن او الاس تي سيجمنت اليفيشن اللي حكينا عنه، لان اساسا البيشنت ما راح يجيك مثل ابو الاماء. يعني إذا تلاحظون هنا أكو الباترن of the ST segment elevation يختلف عن ال ST segment اللي هو بال MI. أوكي؟ واحدة concave وواحدة convex راح تختلف. الشغلة الثانية إنه السايت مال distribution irregular وما ينطيك فد hint مرتب على السايت involved بالهارت. الشغلة الثانية إذا تلاحظون ال PR segment هنا depressed نازلة ال PR segment. اوكي، فاذا هذا الاكيوت بريكارديتس. اكيوت بريكارديتس شباب هيك يكون الاس تي سيجمنت اليفيشن راح يكون يختلف، واحده كونفكس واحده كونكيف، السايت مال ديستريبيوشن راح يكون ريجولار، والاسوشيتد وذ بي ار ديبرشن. هذا الاي سي جي جدا مهم شباب، اللي هو هسه خلينا نسولف شنو بيه. هو اول شيء بقول للفي 1 شنو اكو هنا، والفي 6 ايش بيه؟ هاي مثل ما حكينا هذا رايت بندل برانش بلوك. زين تباوعوا لي لل اذا تقسمون الار على الار على الاس يطلع اكبر من واحد، هم رايت فنتركلر هايبرتروفي. باوعوا للفي 1 وللفي عفوا ليد 1 وليد 3 رايت اكسس ديفيشن. زين ذني كلهن شباب فيتشرز ويا الساينس تاكيكارديا، يمكن هنا ماكو ساينس تاكيكارديا كلش، بس الساينس وي هاي الفيتشرز يعني رايت اكسس ديفيشن، رايت بطل برانش بلوك، رايت فنتركلر هايبرتروفي. والساينس تاكيكارديا اكثر شيء تشوفوها ان بيشنت وذ بولمونري امبوليزم. اوكي؟ هذا اي سي جي من بيشنت فروم بولمونري امبوليزم. الشغله المهمه شنو؟ انه احيانا مرضى البولمونري امبوليزم يكون عندهم فد سبيسيفيك فايندينج اللي هن شنو؟ ديب اس ويف ان في ان ليد 1، ديب اس ويف ان ليد 1 وذ deep Q wave in lead 3 and negative أو inverted T wave. هذا هو اللي يسمونه S1 Q3 T3. okay deep S wave in V1 with deep Q wave and inverted T wave in lead 3. هذا شباب للأسف ال S1 Q3 T3 تلقونه in about less than 15% of patients with pulmonary embolism، لذلك لا تدورون عليه ترى ما راح تلقونه دائما. بس المهم انه هو هاي الساينس تاكيكارديا البندل برانش بلوك وغيرها هاي هي الاكثر شيء تلقوها ان بيشنت وذ بلمونري امبوليزم. اخر شيء شباب شنو عندنا؟ عندنا هنا مرات بالاي سي جي تلقون اكو فد خط هذا يحطوا لكم اياه، هذا شباب بيس ميكر. اوكي هذا بيس ميكر، يعني تعرفون انه البيشنت بخلي بيس ميكر من هاي العلامه. يسألوكم مرات هل البيس ميكر هذا جاي يسوي بيسنج للاتريال وللفنتركل، يعني مخليه للاتريال وللفنتركل، فتعرفوها من السايت مالته. اذا قبل البي ويف اذا هذا للاتريال، هنا صاير قبل البي ويف اذا هذا بيسنج فور ذا اتريال، هنا صاير قبل الكيو ار اس كومبلكس اذا هذا بيسنج فور ذا فنتركل. اوكي اذا ديول تشامبر بيس ميكر راح تشوفونه خطين، خط قبل البي ويف خط قبل الكيو ار اس كومبلكس نفسه هنا. اوكي فاذا هذا ديول تشامبر بيس ميكر شباب. اوكي شباب هو تقريبا الاشياء المهمه يعني لازم نحكيها، اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.